كنت في مستشفى، كنت بعمل عملية في ركبتي وكان احتمال ان انا مقومش منها تاني. ماما كانت واثقة 100% ان انا هقوم وهتحرك وكده، ف she was supporting me and I love her so much. علاقتي بماما عاملة زي علاقة منى وعسلية بالظبط كده، يعني اللي هو توم اند جيري على طول، احنا بنناكف في بعض وبننقش في بعض وبنرخم على بعض، فاللي هو يا ماما ادعيلي ادعيلي يا ماما، ف يا رب يا رب الدنيا اللي في بالها من ورايا، اللي هو لأ لأ لأ. انا مامي الوحيده اللي ممكن تكون بتبقى بتقول لبنتها، انا ببقى قاعده معاها مثلا مامي انت تبعتي يوم فرحي، تقول لي طبعا يا ندى هعيط على اللي هياخدك يا حبيبتي، انا هعيط على الناس ابن الحلال اللي جاي.